مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم في عدد جديد من لقاء خاص، وهذا للحديث عن نهائي كأس الجمهورية ما بين اتحاد العاصمة وكذا مولودية الجزائر، والذي عرف تتويج فريق اتحاد العاصمة بالتاج رقم 8 في تاريخه، وإلى جانب الحديث عن ما حدث خلال هذا النهائي، خاصة بعد نهاية اللقاء والذي عرف رفض لاعبي العميد للحصول على الميداليات الخاصة بالمركز الثاني، وقد فسر من قبل العديد من المتتبعين أنه إهانة للفريق وكذا للرسميين الذين كانوا حاضرين خلال النهائي. لأكثر تفصيل ولتوضيح الرؤية حول ما حدث خلال النهائي، دعوني في البداية نتشرف باستضافة السيد عمر غريب، منسق فرع كرة القدم لفريق مولودية الجزائر. سيد عمر غريب، شكرا جزيلا مرة أخرى على تلبية دعوة تلفزيون النهار. أشكرك ياسين على الدعوة. سيد عمر غريب، قبل ما نبدأ في الحديث عن الحادثة اللي حدثت خلال النهائي، في البداية ما هي الأسباب الحقيقية للخسارة في نهائي كأس الجمهورية؟ الأنصار ينتظروا تفسيرات من قبل المسؤول الأول عن الفريق. على كل حال، الخسارة احنا ما كناش نتسناو في الخسارة هذه، احنا كنا موجودين لهذا اللقاء وكان الظروف كلها موالمة باش تما نفوزو بهذا اللقاء. دينا مقابلة كبيرة، وكاع الأنصار ولا المتفرج الجمهور اللي كان تما يتبع هذا اللقاء هذا يعرفوا بلي مدة اللقاء كبير، كانت شوية أخطاء تاع التحكيم. هو ماشي نقول لك سبب رئيسي اللي خلى الفريق ما يسجلش، إلا بيرتيربي ليكيب بالتصفير تاعو. كيف ذلك؟ كان حيلي، باسكو حمودي كيما جا كلمت معاك صباح وقلت لك بلي حمودي اربيترانا مع تلمسان، فزنا مع بجايدنا تعادل ومع الشباب قاسم دينا في الكاس، مي ماهوش حمودي اللي تما اللي ادى المقابلات اللي فاتوا. البارح كان حمودي مغير، البارح حمودي البارح كانه ما كانش حاب مولود الجزائر تفوز، ما على باليش علاش. هل توجه له اتهامات مباشرة عمر غريب؟ نو نو لو جالو حق خطر حقيقة. انت تشوف برك نوريك ان اكسيون، لقطة اللي تسمى تفسر كل حاجة. غادي نجيك من الاخر، اللقطة تاع كودري، كان كودري جا عنده انذار في الشوط الاول. في الشوط الثاني كودري ما عطاه في السونتر، كودري لمس الكرة بيدو وعطى خطأ لكودري باش ما يعطيش البطاقة الصفراء لكودري الثانية، باش ما يعطيش البطاقة الحمراء. تسمى هذيك تفسر كاع المقابله من 76 من 78 دقيقه، من الدقيقه الاولى 78 تفيق باللي الحكم ما كانش حاب المولوديه، ما كانش حاب باش المولوديه تسجل ولا باش المولوديه تفوز. ما كانش حاب عمر غريب، حتى نوضحوا للجمهور الرياضي الجزائري الكريم وخاصه انصار العميد، ما كانش حاب، بمعنى انك راك تتهم فيه بطريقه مباشره انه ممكن. هل عندك معلومات انه الحكم حمودي ممكن على سبيل المثال الحصر ممكن تلقى رشوة أو شيء من هذا القبيل؟ لا كما قلت لك صباح، من ما نقولش تلقى رشوة ولا، مي أنا الحاكم حمودي نعرفه، نعرف الحاكم حمودي مليح، و درت مع مقابلة شحال مقابلة في مقابلة حمودي. البارح كان مغير حمودي، علاش كان ما باليش ربي ولي عالم. وأنا قلت لك بلي صباح نوكل عليه ربي، باسكو علاش؟ باسكو حتى في اللقطة تاع شافاي، كي شاف يدير يدو موراه قاسات الكرة، ما صفر ما لعب. اللقطة تاع الجليط كانت خارج 18 متر، كانت عليه ان فوت، ومن بعد خلاها كي دخل 18 متر كانت عليه ان فوت، عاود ولا الاولى، وعلاه ما صفرش الدوزيام؟ تحس بلي كان فيسيو، كان فيسيو. واش تحب نقول لك؟ دوك الجمهور الجزائري كاع شاف، ماهوش خاطر دي كاس الجمهوريه يشوفوا كاع الجزائري، ماهوش انصار مولود الجزائر. بصح عمر غريب، المفارقه الغريبه اللي ما فهمهاش عامه الجزائريين خاصه الرياضيين الجزائريين، انه حاكم بحجم السيد حمودي يدير نهائي كاس امم افريقيا، يؤدي مباراه قويه، لما يوصل البطوله تاعنا ولا نهائي كاس الجمهوريه نشوفوا الانتقادات. هل يتغير هذا حمودي ام انه الاشكال راهو عندكم انتم؟ لا وكاش اشكال، لاعبين لعبوا 11 ب 11، واش من اشكال؟ كيما يصفر عليه يصفر علينا حمودي. صح، انا واحد في الناس نشكر حمودي، انا واحد في الناس كنت مادا بيا بلي حمودي هو دير النهائي. بصح قلت لك البارح حمودي، انت فرحت انه حمودي كان في النهائي؟ فرحت بزاف،
وصبته في الفيدراليه وتكلمت معاه وكان حضور رئيس الفاف تما وكذا ومن مي. بصح البارح ماهوش حمود اللي درنا المقابله تاع السياسي ولا تاع تلمسان ولا تاع بجايه. البارح حمودي اللي تي شغل كيش يقولوا شغل حمودي اللي تي اكسيتي حمودي شغل بالك اثروا عليه بالهضره كي كانوا يهضروا عليه اتحاد العاصمه بالك كاين بزاف امور تلعب. كانوا يأثروا يقول لك باللي لا هو هو اللي على جاله فاز مولد الجزائر في 2006 ولا 2007 في 2006 ماشي 2007 خاطر 2007 دار سي زكريني 2006 أثروا عليه بالكلام هذاك ولا ربما الكلام هذاك اللي أثر عليه سيد عمر غريب خلينا خلي تتخلص من العاطفة تاعك والمنصب اللي